انا جيت نهار 16 واحد كانت هنايا، قلت غادي نجلس مع الوالده واحد شهرين ونرجع. نهار بغيت نرجع سدو كل شيء صافي، انا بقيت واحنا هنايا حتى الولاده راه عندي فهاد السيمانه هذه. انا كنت البروغرام غادي نرجع انا في شهر 3، في الاول شهر 3 وما صافي سدو، ما بقى لي حل رجوع. عندي وليد اخر عنده عام ونص، بقيت واحله هنايا. ايوا مع التكرفيس راه غير السبيطارات، ما نعاودش ليك، ماشي بحال هيها تما بعدا كتمشي كيتعاملوا معاك مزيان. هنايا مشينا غير السبيطار بحالنا بحال الناس، حبلهم لهم جايبين معط الاورو ما عرفت فين جالسين عليه ولا ما نعرف. قال لك لا عندك الامكانيات انت واحله هنايا سيري للبريفي. واش كلشي اللي واحله هنا عنده الفلوس؟ ما يمكنش. انا باغا انا كنت باغا غير نرجع نولد غير تمايا. مازال ما شفناش فين غتولد. انا معناتها انا بحالي بحال بنات الشعب، حتى انا غادي المخزن. قال لك لا عندك امكانيات انت واحله هنايا سيري. سيري للبريفي. شنو الرساله ديالك؟ بغيت دابا ما بقى لي انا حال الرجوع، هاد السيمانه غادي نولد. انا بغيت دابا هي غير هاد الولد اللي يتزاد هنايا، ملي غادي يتولد غيطلقوا هاد الحجر الصحي، ما غاديش يعطلوني شي عام اخر ولا هادي. بغيت نرجع بحالاتي دغيا لداري، هادشي اللي بغيت انايا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.